احنا الامر الاستعجالي اللي جابنا اننا بلغ السيد الزوبا علنا على اضراب، عيطتنا وزاره التربيه كان لقاء اجرائي كما قلت، الردود كان تعاطف كان تجاوب كان كذا، بصح ما كانش الملموس. طبعا نكون ما نقولش نقول لقاء شكلي، لكن لقاء اجرائي، خاطر من حقهم علينا انهم سمعونا قعدنا ربع سوايع، لقاء شكلي ما يقعدش ربع سوايع، قعدنا ربع سوايع في وزاره التربيه رانا نحضروا. لكن الملموس حنا كنقابه نقولوا الملموس ما ادينا، اللقاء كان اجرائي. اما فما بعد هذا اللقاء نعلنها رسميا استمرار في الاضراب، ونطلبوا من المنخرطين تاعنا ومن كل الفئه، بغض النظر منخرط معنا، كل من اللي يسمع كلامنا واللي يمسها كلامنا واللي نهضروا بلسانه انهم يجندوا، خاصه في الوقفات الاحتجاجيه تاع يوم الاثنين امام مديريه التربيه العشرة. عندنا يومين اضراب، اليوم الاول اضراب، اليوم الزوج اضراب زائد وقفه احتجاجيه على الساعه 10 صباحا امام مديريه التربيه. نقطه ثالثه، نعلمكم ونعلم من فئه اسلاك مشتركه من خلالكم باللي راه كاين تصعيد، ما غاديش نحبسوا هنا، مر الاضراب نستناو كاش نتائج، كاش ما يعيطونا حكومه، كاش ما كذا، ما كان والو، نوعدوا هذه الفئه باللي كاين تصعيد، وما ضاع حق وراءه مطالب، رانا عقابهم ونقول للفئه والله ما نخونوا والله ما نحولوا.